الحدث رائع بالفعل، فقد استمتعنا بالأجواء المحيطة هنا في فندق هرميتاج، وتحديداً في موناكو. النجوم تشع في السماء، كما وتشعرون بالفعل بأنكم في حدث خاص باليخوت. لا شك في أن السعادة تعتري أصحاب اليخوت، خصوصاً وأن التركيز منصب على ما قاموا ببنائه لفترة طويلة من الزمن. لذا نعم، أعتقد أنهم سعداء بالفعل. علي أن أقر بأن هرميتاج هو الفندق الأحب إلى قلبي، ولا أعتقد أن هناك مكان أفضل من هنا لاستقبال حدث بهذا الحجم في موناكو. نحن متحمسون للغاية بتنظيم مراسم الاحتفال، خصوصا وأن الحدث يستعرض أربعة يخوت بغاية القيمة والتميز، بدءا من الغد سيغدو الجميع على دراية بها. كل عام نغير مكان الحدث. احتفلنا العام الماضي بالذكرى 25. اليوم نعتمد أسلوبا جديدا، حيث نستقبل ما يقارب 400 شخص في هرميتاج. كما يستهل الحدث مجموعة من النشاطات، حظينا بوقت طيب مساء اليوم، وقد ألقى المسؤولون كلمتهم. بالطبع سينضمون إلينا للاحتفال، كما أنهم مدعوون ابتداء من يوم غد لزيارة اليخوت. لابد من التنويه إلى أنه الحدث الأضخم في العالم، خصوصا وأنه سيتم عرض 127 يخت بطول ما يقارب 45 مترا، فضلا عن إطلاق 45 يخت جديدا. إنه الحدث الأبرز على وجه المعمورة. سنعمل بجد لنرتقي إلى مستوى التطلعات ونشعر بالفخر. إنها مشاركتي الأولى هنا، وجل ما أراه هو أجواء حماسية ومثيرة للاهتمام. إنه مكان مناسب ليشعر المرء بالنجاح ويرتقي إلى التوقعات المنشودة. كان العرض موفقاً. إنه حدث ساهم في ارتقاء العرض إلى مستوى آخر. إنه عرض جميل بوجود أجمل اليخوت في العالم. الجو ممتع بالفعل.